لو انت بتحبي تشتري اونلاين بس تبقي خايفه من موضوع المقاس، فانا هقولك النهارده ازاي تشتري اونلاين وتبقي متاكده ان القطعه اللي انت هتجيبيها دي مقاسك مظبوط. انا سماح نبيل، فاشن ستايلز تو بلوج. وانت بتشتري اونلاين لازم الاول تتاكدي ان الماتيريال اللي انت هتجيبيها دي مناسبه ليكي، ويعني مش هتضايقك في الحركه وهتخليكي براحتك، وكمان تبقي متاكده ان الموديل اللي انت هتجيبيه بيكون لايق على شكل جسمك. ولو انت هتشتري من ويب سايتس او مثلا حاجات زي شي ان ومدنيسه وكده، فلازم تبقي متاكده ان انت القطعه اللي جايه لك دي مقاسك بالظبط عشان تطلع عليكي بيرفكت او تطلعي فيها في احسن شكل. طب ازاي ياخد مقاساتي؟ كل اللي انا هحتاجه متر زي كده بيجيب من عند اي حد بتاع خردوات، وورقه وقلم عشان اسجل مقاساتي. وهبدا اخد اربع مقاسات عندي في جسمي: عرض الكتف ودوران الصدر ودوران الوسط ودوران المنطقه السفليه من الجسم. الاول عرض الكتف هيتاخد ازاي؟ بس لازم تبقي متاكده ان انت ماسكه المتر من ناحيه الزيرو مش من ناحيه ال150 لو انت هتجيبيها 150، عشان ده هيفرق معاكي كتير قوي في المقاسات. فاول مقاس هاخده هو عرض الكتف. دلوقتي هبدا اخد عرض الكتف، فهجيب المتر بتاعي احطه من عند العظمه اللي بتبقى عند الكتف هنا، ولازم اعديه على رقبتي من هنا من النص واوصله للعظمه الثانيه. انا كده خدت عرض الكتف بتاعي. ولو القطعه بتاعتك محتاجه ان انت تاخدي عرض الظهر عشان صعب عليكي تخزيه لوحدك، فتنقطي 2 سم بس من عرض الكتف. دلوقتي هنبدا ناخد مقاسات البسط او دوران الصدر. بس لو انت بتجيبي من ويب سايت فهتلاقي عندك حاجتين بخصوص الجزء العلوي يعني من الجسم، هي الشيست والبسط. الشيست اللي هو الجزء اللي فوق ده في معظم الاحيان مش بنحتاجه، بس دوران الصدر اللي هو البسط بيبقى مهم قوي. فبتلفي المتر كده من ورا، وبعدين بنيجي هنا عند اعلى منطقه عند دوران الصدر وتقفلي المتر بتاعك. بس تسيبي صباع او اتنين، يعني 2 سم مثلا، عشان الحاجه يعني البيس لما تجيبيها تبقى مريحه معاكي، وتتنفسي كده وتتكلمي وتاخدي راحتك وانت بتقيسي عشان ما تبقاش الحاجه ضيقه قوي علينا. وبعدين هبدا انزل عند مقاس الوسط. والحقيقه ان مقاس الوسط اختلفوا عليه كتير، هل هي ارفع منطقه في الجزء العلوي من الجسم ولا هي منتصف البطن بالظبط؟ بس الصح ان هي منتصف البطن، بس براحتك. لو انت بتحبي تلبسي الحاجه هاي ويستد قوي يعني عند ارفع منطقه مثلا في الجسم، اعملي كده. هجيب المتر بتاعي وهلفه كده عند الويست ايا كان بقى انت فوق ولا منتصف البطن، وبرده هتسيبي مسافه 2 سم عشان برده وانت بتتكلمي وانت بتتنفسي تبقي الحاجه مريحه معاكي. دلوقتي هنبدا ناخد قياس الجزء السفلي من الجسم او منطقه الارداف، وبتيجي عند اعلى نقطه في منطقه الارداف وبتجيبي المتر بتاعك كده، وبرده تسيبي سنتي او اتنين فراغ عشان تبقى القطعه قياسها معاكي. دلوقتي بقى هقولك على شويه تيبس كده لو عملتيها يعني هتبقي متاكده ان الحاجه هتيجي عليكي تمام وهتقدري تشتري اونلاين وانت مرتاحه. لو انت عندك مقاسين الجزء السفلي اللي هو الهيبس والويست، لو لقيتي ان الويست مظبوط بس الجزء السفلي مثلا ضيق 2 سم او اصغر من مقاسك 2 سم، ما تجيبيش القطعه دي وهاتي الاكبر. لان كل ما جبتي القطعه الكبيره وكان مقاس الويست عندك اكبر مثلا 2 او 3 سم بس الهيبس عندك مظبوطه، مش مشكله خالص، هتقدري تضيقيها او هتقدري تتصرفي فيها عند اي طرف. وكمان وانت بتاخدي المقاسات بتاعتك اتاكدي ان الهدوم الداخليه اللي انت لابساها هي دي الهدوم الداخليه اللي انا هلبسها وانا خارجه، هي دي الهدوم الداخليه اللي انا هلبسها تحت القطعه بتاعتي، لان دي برده بتفرق في عدد السنتي، وكل سنتي او 2 سنتي بيفرق معاكي جدا في المقاس. ولو انت بتاخدي مقاساتك لفستان سواريه مثلا وهتلبسي كورسيه تحت الفستان، فلو انت بتاخدي مقاسات الويست والهيبس وكده لازم تبقي لابسه الكورسيه بتاعك عشان ما تجيش تاخدي المقاسات بتاعتك على الجسم عادي وبعدين تيجي تلبسي الكورسيه وتلبسي الفستان، فهتبقى الدنيا مش مظبوطه خالص معاكي. واخر تيبس هقدر اقولها لك ان انت لو بتتلخبطي في ان انت تاخدي مقاساتك او المقاسات مش هتطلع مظبوطه معاكي، فهاتي اكتر بلوزه او اكتر فستان مظبوط عندك وابداي خدي نفس المقاسات اللي انا قلتها دي من على الفستان. بس لما تيجي مثلا تاخدي دوران الصدر مثلا، فهتاخدي من الاندر ارم للاندر ارم وهتضربي في اثنين، وهكذا في باقي المقاسات. كده بقى قلت لك على الاربع مقاسات بتوع الجسم اللي تقدري تاخديهم، والاربع مقاسات دول تقدري تجيبي بيهم اي قطعه اونلاين وانت مستريحه. استنوني في فيديو جديد وفكره جديده.